السلام عليكم، معكم الشيف عماد أبو شقرة من مطبخ هلا. رمضان كريم على جميع يا ربي يا الله، وتكون سنة خير علينا. اليوم حابين نقدم لكم همبرجر. نعمل اليوم وصفة همبرجر اللي هي وصفة اللي أنا بستعملها كثير صراحة. هي وصفة أنا عملت لها شوية مكونات أساسية. طبعا خلينا نبلش باللحمة. اللحمة أنا بحب أطحن ثلاث أنواع كلب البقرة. من كلب البقرة بحب أطحن رقم 7، رقم 16، ورقم 12. خلينا نبلش بالخلطة تبعتنا. نحط من كلب وعاء اللي هو تابع لسولتام. خلينا نبلش نعمل الخلطة زي ما هو لازم. طبعا نحط كل هاي الاشياء زي ما قلنا بوعاء سلطان. عندنا بدنا لخلطتنا للهمبرجر اليوم بدنا فلفل اسود مطحون، رشتين قدر معلقة كبيرة. بدنا رشة ملح كمان كبيرة. خلوا الفلفل الاسود والملح واحد على واحد. بدي استعمل كمان كيتشوب معلقتين كبار، او بدنا نحط مشروب سودا، سودا الكناني. نحط قدر نص فنجان. هسا انا بحب يعني احسن دائما افضل تحطوا كل هاي المكونات بكلب كلب وعاء وتخلطون مع بعض منيح منيح منيح. انا هون لانه عندي بدي اعمل اليوم اشي جديد نجرب فيه، فنخلط كل اشي مع بعضه. نخلط منيح منيح. طبعا احسن خلوا لما تكون تروحوا عند اللحام على الملحمه دائما اطلبوا منه انه يعملكم الطحنه تبعت الهمبرجر تكون خشنه مش ناعمه، احسن افضل للطعم افضل للشوي كمان. هاي عندنا هون اللحمه تقريبا 95% جاهزة. بدنا نبلش نطبع فيها. انا اليوم بدي اطبعها على ايدي عادي بدون ولا اشي اللي يساعدني على تطبيع اللحمة. بدي اطبعها بايدي، اورجيكم اليوم طريقة تطبيع الهمبرجر على الايد اللي ما يكون في داعي ولا حاجة لاي اشي يطلع معاكم همبرجر مرتب ممتاز. طيب هون خلينا هاي هون عندنا كله جاهز. بدنا نبلش نطبع بلحمة الهمبرجر. هسا دائما لحمة الهمبرجر منيح تكون على 160 غرام، من 160 ل 220 غرام احسن اشي. بتجيبوا هاي عندي شوية لقطة كبيرة مشكلة. بتجيبوها بهاي الطريقة اللحمة، نجيب الملعقة بهاي الطريقة، نعطيها كبسة من هالنوع، نعطي نسكر جميع هاي الجهات، نحطها على المفرمة بهاي النوع. طبعا مفرمة سلطان نحطها بهاي النوع. هاي اول لحمة همبرجر عندنا جاهزة. نجيب الثانية هاي بدها كمان شوية منطبع زي ما اتفقنا، من نعملهن طبات مناح مثل العجينة تقريبا يعني، نخليها بهاي الصورة. هسا مشان رضيعته حطه هون، عملها زي فتحة من هالشكل بهاي الشكل، خلي يكون عندنا هيك فراغ. او هاي الطريقة بتصفتوه طبعا، بتكلبوه تعملوه بهاي الصورة. او نحطه المفرمة ونطبعها.
نبدا هون اخرى كمان. انا هون عندي كان يعني لحمه تقريبا حوالي ما يقارب الكيلوغرام. الكيلوغرام اذا نعملها مقسمها بينفع تقسموها برضو ل 220 حجم الهمبرجر يكون 220، بينفع بيطلع عندكم الطعم لخمس اشخاص تقريبا. بينفع تعملوها 150 غرام اللي تكفي كمان لست سبع اشخاص، انتو حسب ايش كيف بتحبوا. هاي عندنا الهمبرجر، طلعوا كيف. معلومة جدا مهمة للهمبرجر، لما تروحوا عند اللحام اطلب انه يكون دهنها منيح، تكون مدهني، تكون لحمة الهمبرجر مدهني عشان تمسك مع بعض. احنا طبعا هون استعملنا السودا، السودا هي مشان برضو انه تساوي المكونات كلها مع بعض وتنفخ معانا اللحمة. طبعا انا بخلص بجهزهن، بحطهن ما يقارب نص ساعة درجة حرارة براد اللي تكون احسن، يعني تكون من 4 ل 8 عشان اللحمة تمسك منيحة بعض وتطلع معنا على الشوي منيحة. فالاحسن اللي بده يحط، اللي بحب يحط مع الهمبرجر بصل، يعمل له زي طبيخ، يعني يكلي البصل بكلب كلاي، كلاية سلطم اللي عملنا فيها كل الحلقات، يكلي فيها مع زيت زيتون، بينفع يحط معها شوية روزماري برضو بيعطي طعم. وست بينفع انك انت تخلط البصل مع، تخلطوا البصل مع الهمبرجر، بس افضل يعني طبعا انكم البصل يكون بارد مش سخن، حطوه برضو بالبراد ما يكونش فيه زيت لما تخلطوه مع بعض مع الهمبرجر. هنا عندي طلع عندي انا من كيلو واحد طلع عندي 6 شكف كده. اقدر اعمل يعني برضو بقدر اعمل 7 و8 شكف، تقدر تقسموهن. بس هسه انا هذول بدي افوتهن على البراد، اعطيهن نص ساعة خلطة، نص ساعة انهن يتمسكن مع بعض. احنا فوتنا زي ما تخرفنا، فوتنا اللحمة على البراد مشان تتماسك بعضها بدرجة حرارة اللي هي 6، فهي درجة جدا ممتازة. تخرفنا احنا بنفع من 4 ل 6 احسن للحمة، لانه احنا عندنا هون كلب لحمة الهمبرجر في عندنا 3 اعضاء مش عضو واحد، فكل عضو فيه له الدهن تبعه، له البكتيريا تبعته. فاحنا فوتنين على البراد، وهسه حاليا بدي اعمل، بدي اعمل لكم شوية صوصين. عندنا نبلش بصوص المايونيز مع خردل، اللي هو عبارة عن حطيت 3 معالق كبار مايونيز، معلقة نص معلقة كبيرة خردل، أضيف عليها فلفل أسود مطحون أو رشة ملح صغير يعني، على اساس انه يعطيني شويه نكهه، لانه الخردل هو مالح حرفيا. خليتهم منيح مع بعض، هذا الصوص اخترعوه بكلب قرة بامريكا. اللي اخترعه ولد عمره 12 سنه هو انتج هذا الصوص، صوص جدا 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 زاكي. انا شخصيا بحبه على لحمه الهمبرجر. هاي عندنا هون هيك الصوص، صوص الخردل الجاهز مع المايونيز مثل ما اتفقنا. احنا عندنا هسه برضه نعمل الصوص اللي بحبه للمحبين اللي بحبوا الحار. انا بدي اعمل صوص اللي هو صوص السيراتشي. السيراتشي عبارة عن، أنا جبت مايونيز، معلقتين مايونيز، معلقة نص كبيرة سيراتشي حار، نخلطهم منيح مع بعض بدون ولا أي إشي. واللي بيحب يعني إنه بيحب يكون عنده أكثر حار، بينفع إنه يقسم معاه الفلفل الأحمر، التشيلي الأحمر، يخلطهم مع بعضهن، يحط معاهن شوية كزبرة بينفع. بس إحنا هون بدنا نعمل الهمبرجر هسه حاليا. عندي هون هيك هذا الصوص جاهز، صوص بيجمع بين المغربي بين الاسياتي بين مطبخ بلاد الشام، فانا بحب استعمله كثير هذا الصوص، بيطلع زاكي كثير. مكوناته
هي حطينا مايونيز، حطينا تشيلي، حطينا ترياك، حطينا صويا، حطينا الفول السوداني، وحطينا طبعا مايونيز. خلطني منيح منيح. هيك عنا ثلاث صوصات اللي هن جاهزات للهامبرجر. عندي هون جبنة، جبنة الصفرة. عندي هون كتف، عندي هون كتف البقرة المدخن، بحب استعمله مع الهامبرجر، او بنفع يعني صدر وزن، صدر وز، بس انا شخصيا بحب طعم المدخن البقر، ازكى بيكون واطيب. احنا بدنا نفتح خبزة الهامبرجر. خبزة الهامبرجر بدنا نفتحها على مستوى واحد. خلي دائما ايدكم تكون ثابتة وانتو تقصوا فيهن. طبعا شايفين كيف طلعت معاي؟ يعني رغم انه هاي السكينة، هاي السكينة مش سكينة للخبز، بس طلعوا كيف طلعت معاي بهي الصورة. يعني انا بحكي لكم يعني صراحة سكينة سلطم، يعني حتى فتحة اللخمانية، فتحة الخبزة طلعت معاي متساوية، طلعت معاي جدا كيف ما بدي انا بالضبط. طيب احنا هسه عندنا هون الشواي تبعت سلطم، فرجوا مع حسنها هون بتعطيني برضو الشكل اللي انا بدي اياه من تحت. هي بننزل الهامبرجر بعد ما حطيناه طبعا نص ساعة بالبراد مشان يتماسك مع بعضه. هي عندنا الهامبرجر اللي اعطيناكم اياه. طيب احنا اليوم عندي بدي اعمل لكم اليوم ثلاث انواع همبرجر. اول نوع بدنا نعمل مع صوص الخردل، نسويه بهاي الشكل، نعمله بهذا الشكل بهاي الصورة. هذا عندنا هون جاهز. بدنا نعمل مع صوص الحار، عندنا حتى طلعوا محلى الالوان تبعاتن كيف طلعن معانا، كله متراكم مع بعضه. هسا هذا الهمبرجر نعمل الهمبرجر العالمي مع الصوص هذا، طلع عنا بهاي الطريقة وهاي الألوان الحلوة. طيب خلينا نبلش نركب بالهمبرجر. طبعا الخسة بهاي الصورة بنحطها، خلي يطلع معانا حلو قدام الضيوف. خلينا نكون متكتكين على الاخر، يعني اللي عازم دار عمها، اللي عازم دار عمه، تكتك كل الامور زي ما هو لازم. طبعا حتى بدي احكي لكم نتفرجوا على سكينة سلطم كيف طلع معاي القص، يعني اشي الصراحة واو. نحط البندورة بهاي الطريقة، نجيب حلقات البصل بهاي الطريقة، منجيب الخيار المكبوس نصفته بهاي الطريقة. السمن بهاي الطريقة، أنا شخصيا بحب أحط الجبنة قبل وبعد، يعني من تحت اللحمة بحب أحطها من فوق اللحمة.
هاي الوجبة اليوم اللي احنا قدمناها وعملناها من مطبخ هلا، مني انا الشيف عماد ابو شقرة من ادوات سلطم. شكرا لكم، كل عام انتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وان شاء الله كل سنة بينعاد علينا بالخير. دمتم لأهلكم، لأحبابكم، لأقربائكم، لأصدقائكم، شكرا لكم، رمضان كريم.